صباح الخير، اليوم 28 ايار وحلقه جديده من برنامج اخبار الصباح. وبتفاصيل اليوم علي غيبه عنا اصداء الموسيقى ورهجه الصيفيه اللي معودين عليها. بالمقابل حفل موسيقي للفنان احمد قعبور بتنظيم من كليه تدريب سبلين وجمعيه جانا للنشاطات الفنية، بالإضافة إلى وقفة من مهرجان كان يلي اختتم فعالياته لهالسنة، وإضاءة أيضا على حفل موسيقي بقيادة الفنانة غادة شبير لفرقة الغناء العربي لكلية الموسيقيين بجامعة روح القدس بالكاسليك. أما ضيوفنا لليوم باميلا فريحة، طالبة جامعية قدرت تستفيد من برنامج طموح للمنح الجامعية، بالإضافة لفراس الخطيب المسؤول الإعلامي بمكتب اليونسكو الإقليمي. أما البداية ومثل العادة مع حال الطقس ومصلحة الأرصاد الجوية، واليوم معنا على الخط الاستاذ محمد غازي. صباح الخير. صباح النور. كيف صحتك استاذ محمد؟ يا هلا، اهلي اهلا فيك، تفضل. جميل الحال، الطقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط اللي بهالكم يوم. نعم. لليوم الثلاثاء قليل الغيوم بسحب مرتفعه دون تعديل يذكر بدرجات الحراره، بيتحول مساء لغائم جزئيا. نعم. الاربعاء صافي اجمالا، والخميس نفس الشيء، شوية غيم بس بالسماء، والحرارات تقريبا بتضل مثل ما هي، بتطلع وبتنزل شي درجة. فينا ناخذ فكرة عن الحرارة؟ تكرم، على الساحل من 18 ل 29، فوق جبال 13 ل 23، بالأرز من 10 ل 18، وبالداخل من 14 ل 27. نعم. عندنا رياح جنوبية غربية لجنوبية شرقية، سرعتها بين 10 و40 كيلومتر بالساعة. نعم. الرؤية متوسطة لجيدة، والرطوبة بين 55 و80%. البحر معتدل وحرارة سطح الماء 24 درجة. نعم، يعني بالمبدأ بعدنا عم نعيش شوية تقلبات بالطقس، بعد ما عم نشهد صيفية مزبوطة. على الخفيف مزبوطة. رطوبة ما في كتير رطوبة عالية، بعد مقبول الطقس. ايوه. نعم، شكرا لك استاذ محمد غازي، يعطيك العافيه، بنتمنى لك نهار حلو. اكيد اتصالنا بكره بيعطينا بركي لمحه عن الويك اند كيف رح بيكون الطقس. لناخذ لمحه عن اخبار السياسه. مصبح بالخير الي. صباح الخير جوال، كيفك؟ تمام. وانت شو ابو عشقه؟ هذول تحضيرات اخر دقيقه. ايه بعرف. يا ثواني ونكون مع العناوين. البداية مع عناوين صحيفة النهار. 706 مرشحين ومليارات الليرات لانتخابات لاغية، قطار التمديد إلى محطة الخميس بالأكثرية. والصورة الرئيسية بالنهار هي صورة شاملة لجلسة مجلس الوزراء امبارح، مجتمعا برئاسة الرئيس العماد ميشيل سليمان بقصر بعبدة. الاتحاد الأوروبي قرر رفع الحظر على إرسال السلاح إلى سوريا. كريم ملتزم مبادئ جنيف، ولافروف يقر بصعوبة تنظيم جنيف 2. إسرائيل تجري تدريبا على مواجهة تعرضها لسقوط مئات الصواريخ يوميا. وافتتاحية النهار لليوم بقلم أوكتافيا نصر وبعنوان إمبراطورية حزب الله. من صحيفة النهار إلى صحيفة السفير، إشكالية الميثاقية تواجه جلسة الخميس، عقدة مارونية تهدد التمديد، الستين أو الفراغ، هدنة طرابلس لا تبدد المخاوف. والصورة الرئيسية بصحيفة السفير للمرشح الفنان جان خضير بوزارة الداخلية، وشعار الانتخاب انتخبوا من مثل لكم لا من مثل عليكم. لا مفاجآت في لقاء كيري ولافروف، حكومة سورية انتقالية بتوافق الطرفين. عنف متصاعد في العراق، 280 قتيلا وجريحا. يافا تبحث عن أهلها تحت التراب، جرائم الاحتلال في مقابر جماعية. وكتب سليمان تقي الدين مقالته بعنوان التكفير في وجوه مختلفة. بنتقل لعناوين صحيفة الحياة. نائب وزير الخارجية الروسي أكد للحياة أن واشنطن تراجعت عن اشتراط تنحي الأسد قبل المفاوضات. حزب الله يشارك في معارك دمشق، وأدلة فرنسية على استخدام الكيماوي. الترشيحات أقفلت على 700 وفق قانون 60. لبنان الحكومة استكملت الإجراءات للانتخابات، والبرلمان يلتئم قبل الجمعة لبت اقتراح التمديد. الخوف من عودة الحرب يخيم على بغداد، 200 قتيل وجريح بتفجير 10 سيارات مفخخة. فشل الأصوليين في الإجماع على مرشح، وجليلي قد يشكل مفاجأة الانتخابات الإيرانية.
كيري يتجه إلى تقديم خطة تفاوضية يغلب عليها الاقتصاد وتقل فيها السياسة. بعناوين المستقبل لليوم، حكومة تصريف الأعمال تعود إلى الحياة لتقر ما تسبب بموتها، وزراء عون حزب الله يشرعون الستين ويفتحون طريق التمديد، وبالصورة الرئيسية مقاتلون من الجيش الحر يقودون دبابة استولوا عليها من قوات الأسد في القصير. كيميائية الأسد على حرست وجبهة جديدة للحزب في دمشق وطرطوس. حزب الله محاصر في القصير ومقاتلوه يستغيثون. روضة الشهيدين، التبريكات الممزوجة بحسرة الأمهات. قرار حكومي بحريني بحظر الاتصال بحزب الله. يستمر في مخالفة تعميم مجلسي الوزراء والخدمة المدنية. صحناوي يستلحق تعيين المحاسيب في مراكز قيادية. بالانتقال لصحيفة الأنوار، الحكومة استعدت لانتخابات 16 حزيران وتركت للبرلمان قرار التمديد. صواريخ من سوريا على الهرمل وحشد إسرائيلي في الجنوب. اشتداد المعارك في ريف دمشق وتقارير عن استخدام الأسلحة الكيماوية. 70 قتيلا بسلسلة تفجيرات في العراق. موجة هروب للأموال الأوروبية إلى دول الخليج. من الأنوار إلى اللواء، براءة ذمة حكومية قبل أن يجنح المجلس لتمديد ولايته. هيئة إشراف و22 مليار ليرة للانتخابات، وباب الترشح يقفل على 706 مرشحين. تجدد النار في طرابلس وقتيلة بصواريخ سورية على الهرمل. وبالصورة الرئيسية، الرئيسان سليمان وميقاتي وبدا الوزير خليل وشربل خلال جلسة مجلس الوزراء امبارح. كيري متفقون مع موسكو على حكومة انتقالية بالتوافق. فيتوات متبادلة على ممثلي النظام والمعارضة. وهيج يعلن الاتفاق على تسليح المعارضة. الملك عبد الله يحول الحرس الوطني إلى وزارة برئاسة الأمير متعب. مسؤول إيراني يهدد بفتح جبهة الجولان. صواريخ غير تقليدية على إسرائيل اليوم. موجة تفجيرات بالعراق، 245 قتيلا وجريحا. رح انتقل للصحف باللغات الأجنبية وبترجمة لأبرز عناوين الديلي ستار لليوم. مجلس الوزراء يوافق على إجراء الانتخابات في 16 حزيران بقانون الستين. موجات التفجيرات في بغداد تقتل 66 على الأقل. تعثر الجهود الدبلوماسية في سوريا. بترجمة لأبرز عناوين لوريون لوجور لليوم، الرزنامة الديمقراطية في طريقها نحو التعطيل. كابوس مخيف يتنقل في سوريا. ميشيل إدي يستحضر دور لبنان في ثقافة التآخي وتحقيق حول الإرث الثقافي اللبناني. بنتقل لعناوين البلد، 706 مرشحين لمجلس يمدد لنفسه. لتمديد سنة ونصف كحل وسط والهيئة العامة الخميس. معارك الشمال انتهت لم تنتهي. دور الأهل في امتحانات نهاية العام نصف العلامة. لا توافق أوروبيا لتسليح المعارضة السورية. القيادة الفلسطينية لن نقدم تنازلات. كركي تتحرك، عرابة تمديد مشروط ومؤقت. والصورة الرئيسية بصحيفة البلد، من وزارة الداخلية في اليوم الأخير من تقديم طلبات الترشح للانتخابات النيابية. بعناوين صحيفة الشرق، المطارنة الموارنة، التدخل في الصراع السوري خروج على الميثاق. الكتائب يستلحق اللحظة الأخيرة فيرفع عدد المرشحين إلى 706. تعيين الهيئة المشرفة و22 مليارا للانتخابات، ولكن التمديد آت. المعارضة لن تشارك في جنيف 2، مصرع 141 أو 141 من حزب الله في القصير، والصورة لمقاتلين من الحر خلال معارك القصير. إيران مصممة على الاحتفاظ بالجزر الثلاث. متعب بن عبد الله وزيرا للحرس الوطني.
انتشر الجيش وتضبضب المسلحون في طرابلس. جنبلاط يحذر من تحول اللبنانيين إلى أدوات صغيرة في حروب الكبار. أوباما يجدد استراتيجية مكافحة الإرهاب، وماكين يدخل سوريا ويلتقي قادة المعارضة. بنتقل لصحيفة الشرق الأوسط وبالعناوين: تعيين الأمير متعب بن عبد الله وزيرا لها، خادم الحرمين يأمر بتحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة. كيري يعلن بعد لقاء لافروف في باريس التزامهما السعي لحكومة انتقالية في جنيف 2. ماكين يدخل سوريا سرا عبر باب الهوى ويلتقي قادة الجيش الحر. الحكومة اعتمدت قانون الستين والحسم في يد البرلمان. لبنان يواجه الاستحقاق الانتخابي يوم 16 يونيو. تفجيرات في بغداد توقع عشرات القتلى والجرحى، مساع لإحياء مبادرة السعدي للتفاوض مع المتظاهرين في العراق. ومقالة عماد الدين أديب لليوم بعنوان: لبنان مسرح قتال جديد. بنتقل لصحيفة الأخبار: سلام مستمر في مهماته، سأؤلف حكومة سياسية، قرار التمديد ينتظر عون. معركة التحرير تدق أبواب حلب. وبصفحة رحيل يعقوب الشدراوي: لبنان يودع شيخ المخرجين العرب. الختام بيكون دايما مع صحيفة الجمهورية وجولة على أبرز عناوين: اجتماع عون والخليلين لم يثمر، والأوروبي يرفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية، بري يتأهب لجلسة التمديد، أسماء المرشحين لانتخابات 2013. لافروف: تنظيم جنيف 2 لن يكون سهلا، الحكم يكتسح المتحد ويتقدم 2-1. الراعي عون بكركي عاتبة، والصورة الرئيسية من جلسة مجلس الوزراء امبارح. وهيك مع هالصورة بالجمهورية بنكون ختمنا جولتنا على العناوين وعلى الصور الرئيسية بالصحف الصادرة لليوم. تتعرفوا شو في الليلة وبالأيام اللي جاية من نشاطات ثقافية وفنية. الموعد مع جوال مباشرة بعد الفاصل. نبدأ أخبارنا الثقافية مع مهرجان سمير قصيد اللي افتتحته الفنانة تانيا صالح ب 26 الشهر، بيتابع بين كاتب بقي بلبنان أثناء الحرب وبعدها وكاتب هاجر إلى الخارج. بيقدموا بول شاول ووجد معوض نوع من التحية المتبادلة بين شخصين تناولوا الموضوعات ذاتها من وجهتين نظر متقابلتين. ندوة بتجمع بين أسئلة الكتابة والمسرح والهوية واللغة على ضوء جروح الماضي ورعب الحاضر المتفجر بحسب ما بيقول الخبر. الموعد الساعة 7 من مساء الأربعاء بكرة 29 أيار ببنك عودي. منتابع دعوة لكل قدامى وأصدقاء مدرسة الحكمة ببيروت للمشاركة بالأسبوع الفرانكوفوني يلي افتتح مبارح نهار الاثنين 27 شهر وبيستمر لختام شهر أيار ب 31 شهر، بيتضمن الأعمال فنية وثقافية. إذا رح بتشوفوا طلاب قدامى الحكمة بقاعة جبران خليل جبران مبنى قدامى الحكمة بالأشرفية. 74 استعادة نضال هو عنوان الفيلم لرانيا ورائد الرافعي، بيحكي عن ثورة طلابية قاموا فيها داخل الجامعة الأمريكية 19 أذار 1974، احتجاجا على رفع الأقساط. عدة مهرجانات شارك فيها هالفيلم ونال على عدة جوائز. الموعد ابتداء من 23 أيار لغاية 12 حزيران بمتروبوليس أمبير سوفيل بالأشرفية، ومنحضر. إلى كل مواطن يؤمن بديمقراطية التعليم ووطنيته. 19 أذار 1974. إذا بدك فيك ما تسميها ثورة كبيرة، بس اللي واثقة منه انه عم عيش ثورة مع حالي بالاول. 19 أذار 1974. شرفت يا نيكسون بابا يا بتاع الووتر جيك، عملوا لك قيمة وسيمة سلاطين الفول والزيت. 19 أذار 1974. انا بمثل بخطابي يمكن بشكل عام.
منتابع مع جمعية خيال للتربية والفنون اللي رح بتقيم ورشة عمل موضوعة صناعة الدمى واستخدامها بصفوف الروضة، وهي مخصصة لمعلمات صفوف الروضة ومعلمات الفنون والأشغال بإشراف الدكتور وليد دكلوب المتخصص بالفنون المسرحية. الموعد الجمعة 31 أيار والسبت 1 حزيران من الساعة 9:30 صباحا لغاية الساعة 3 بعد الظهر على مسرح دوار شمس. أنا يا مولانا لازم تنام، النظام اتخربط. حضرة ضابط النوم؟ نعم. شو هالغنية؟ يلا ينام يلا ينام، بغنوها للولاد الصغار. شايفني ولد صغير؟ يا مولانا أنت مش ولد بس بعدك صغير. ضابط النوم؟ نعم. قلت لك إنه أنا صرت كبير. منتابع هالمرة مع الأجواء الموسيقية. ابتداء من هيدا الأسبوع ولغاية آخر شهر حزيران، هشك بشك هالعرض يلي عم بتقدمه أو عم بيقدمه مسرح مترو المدينة، بدل ما يكون بس نهار الخميس رح بيصير نهار الخميس والجمعة. بنسترجع من خلاله أجواء صعيدية مصرية مهضومة ونسمع بعض منها. منتابع مع الأجواء الموسيقية بس هالمرة مع الأجواء الشرقية من البلونوت كافي اللي بقدم ب 28 شهر ليلة شرب الروحانة أند باند بأجواء شرقية وأغاني تعودنا نسمعها من شرب الجديدة وقديمة. هيك بنكون وصلنا لختام الفقرة الثقافية والفنية، رح ننتقل لعند إلي كمان مرة لنعرف أكثر عن أحوال الطرقات. جولة على الكاميرات المثبتة بداية من طرابلس وحركة سير نشطة. من طرابلس رح نروح على جسر سليم سلام، الاتجاه عجقة صوب بيروت وصوب مخارج بيروت سير سالك. من جسر سليم سلام إلى البربير، إذا عم نشوف بالبربير يعني سير سالك إجمالا بمختلف الاتجاهات، في نسيت عجقة يعني بآخر الشاشة باتجاه بيروت. بالزلقة باتجاه العاصمة عجقة سير كثير عم نشوف، ومن الزلقة لصيدا حركة سير ناشطة. رح انتقل لغرفة التحكم للمرور ومع الرقيب أول سعيد الحش. صباح الخير ويعطيك العافية حضرة الرقيب أول. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. نحن رح نعمل معك جولة بالإضافة طبعا يلي شفناه على الشاشة، شو فيك تضيف على المعلومات اللي قدمناها؟ أكيد عندنا المدخل الشمالي حركة سير كثيفة من جسر غزير باتجاه جسر فؤاد شهاب وصولا حتى جسر يسوع الملك. عندنا حركة سير كثيفة من الضبية باتجاه النقاش، أنت الياس، جل الديب، نهر الموت وصولا حتى الدورة كارنتينا. كذلك عندنا حركة سير كثيفة من ساحة أنت الياس باتجاه الأوتوستراد. عندنا حركة سير ناشطة على إشارة جديدة الاتحاد خباز. عندنا حركة سير ناشطة كذلك على مستديس الصالومي باتجاه الحايك نزولا حتى جسر الواطي. عندنا حركة سير كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وصولا حتى الوسط. كذلك حركة سير ناشطة من الدخولية القديمة باتجاه العدلية وصولا حتى المتحف البربير، وبتكمل ناشطة باتجاه كورنيش المزرعة. عندنا ضغط سير من جسر الياس الهراوي باتجاه اوتيل ديو. عندنا حاليا تسفيت على المسلك الشمالي من طريق الشام الدولية لغاية 29 من الشهر الحالي، والتسهيل عم يتم من جالوري متى فوق بصوص باتجاه اليرزي للخط النازل، والخط النازل مقطوع كليا بسبب عمل التسهيل. نعم، هذا بقي ل 29 شهر بتكون انتهت الاشغال، صحيح؟ ايه صحيح، نعم. نعم.
أما الخط الصاعد باتجاه بصوص فيستعمل على المسلكين صعودا ونزولا مما أدى إلى ضغط سياس بالمحلي. كذلك عنا من خلدي باتجاه المطار بعد النفق الأول بحوالي 50 متر عنا كميون معطل أدى إلى ضغط سير بالمحلي، وتم تحويل السير باتجاه الأوزيعي مشان يخففوا الضغط السير. نعم، عن المكان اللي فيه المشكلة. نحن بدنا نشكرك ونتمنى لك نهار حلو. أهلا وسهلا فيك. يا هلا. ميرسي. رح نتابع أخبار الصباح مباشرة بعد الموجز، خليكم معنا. صباح الخير. رجعت الناس تنطر نشرات الأخبار ورجعنا نراجع مكتب التحرير بخبر جديد. نار القصير امتدت إلى هشيم طرابلس وصيدا. تسارع الأحداث ذكرتنا بأيام قلنا أنه خلصت، ورجع الكلام عن خطوط تماس ومناطق آمنة. بذاكرة الناس خوف من الماضي، ماضي تلون بالدم، لبس الأسود، هجر، دمر، قتل وخرب وطن. صباح الخير من جديد، علي ترحب بكم، ولكن لا ضيوفنا هلوا ولا نسم هوا بلادي. والمدينة اللي اعتادت على الألاف من السواح العرب شوارعها خالية كما الفنادق والمطاعم، وبيسين علي اللي كانت محطة لأهم المهرجانات اللبنانية غابت عنا أصداء الموسيقى ورهجة الصيفية. ومع دعوة السفارات الخليجية لا رعاياها بالرحيل، أهالي علي نعيوا الموسم السياحي. تقرير خالد أبو شقرة من تابعه سوا. السنة بعد مش معروف شيء، لحد هلق مش معروف شيء، بس هلق كل القهاوي والأوتيلات عم تجهز حالها، عم تجهز حالها، تنشوف. عروس المصايف علي عم بتعيش حالة من التناقض، فمقابل اصطناع أهلية للتفاؤل ورغبتهم بصيف مزدهر، تأتي الأحداث الأليمة بالداخل واستمرار معارك سورية بالخارج لتقضي على كل الطموحات وتبطئ حركة التحضيرات لاستقبال موسم الصيف. صيف يا صيف عجبت حبيبي، نوح يا سيف رجعتنا قريبي. صيف يا صيف عجبت حبيبي، نوح يا سيف رجعتنا قريبي. كل أول صيفية بتتأزم حيل مشاكل بطرابلس، الوضع تأزم عنها المغتربين والسواح يلي عم يجوا على لبنان عم يسمعوا الأخبار هيدي عم يترددوا. بس لما تجي تسأل عن الحكومة بيقولوا يجوا السعوديين ويجوا الخليجيين على، وليش بتهددون؟ ليش بيهددون؟ وبعدين بيقولوا تعالوا لعنا. طيب كيف بده يجي هالسايح وشوف هالدنيا وشوف هالخراب وما يكنش عنده إرهاب خوف؟ لا في كهرباء، الماي افتح أيام الماي اليوم الماي مقطوعة. بالعادة ومثل هالأيام مع بداية حزيران بتتحول مناطق الجبل لخلية نحل، بتتجهز بيوت الأجار وبتفتح الفلل أبوابها، وبتتحضر المطاعم والمقاهي، وبتتزين المنطقة بأجمل حلة. أما اليوم فالتحضيرات مثل ما بيقول المثل خطوة لقدام عشرة لورا. كتير من المؤسسات السياحية ما زالت مهجورة، والسكون خيم على الأسواق، وبردت الشوارع وسكتت الألحان. وكرومكن عاكل ما تتزيد، تغزو المحبة وشهد وعنائد، والعنب يعصر عوافي وعمر، ويقطر السكر ليوم العيد. أكيد لا، أكيد لا، كان عم بتعج عج بالسواح خاصة دول الخليجية. اليوم شو؟ قليل كتير، قلت كتير النسبة، ويا رب يرجعوا، يعني عن جد كان إلا هيك إلا رهجتها. طبعا علي مدينة اصطياف، وبالتالي إذا كان في سياحة بلبنان مزدهرة ينعكس إيجابا على علي. بالأول كنت تجي بتلاقي عجقة السير والعالم والمطاعم، عجقة كتير بالسواح، وبتحس بلد تاني علي. هلأ الله يخلينا الوزراء والنواب نزعوا السياحة كلها ونزعوا لبنان. إذا بيبقوا هيك لا يحكوا مع بعضهم، يختلفوا مع بعضهم، بيتصالحوا مع بعضهم اليوم بكرة وبعد بكرة، ويعملوا انتخابات وما يعملوا انتخابات،
هني عم يروحوا لبنان. صور برا بتشوف العالم ميتة، ما في حدا، في جثث عم تمشي. هاي الصيفية ما في صيفية، من أولا مبينة إنه بالمرة الصيفية. الوضع عامة بالجبل، وضع عامة بالجبل الحالي كلها مش منيحة، لأنه وضع لبنان مش منيح. مناطق علي والجوار اللي بتفتح قلوبها للسواح والمغتربين ما عم تستقبل اليوم غير النازحين. كنا قديما بهالايام نبلش نحضر لشيء اسمه موسم صيف لاستقبال الخليجيه او المغتربين اللبنانيه، هلا ما عم نشوف الا كل الناس عم تيجي من تحت قصف وضرب. للاسف جايبين همومهم معهم وجايين بغض النظر عن الاوضاع اللي نحن الاسويين اوريدي عايشينها بهالبلد. متل ما عينك شايفه. وثاني شيء السوريين فوق بعضه. وما فيش مجال واحد اذا يجي مصطاف من الخليج ما في له محل غير بايته، غير بايته، وحيلة تعتيل اكثر من هيك ما في. وكل ما هو جبران بصيل بهالمحيط وعبي عبي يشد هو عمه فيش دوله وفيش باله. بس النازحين السوريين همومون على علي، لا في خليجيه ولا في حدا ولا في مغتربين بعد. خسائر عم بتسجلها مناطق الجبل بالجملة، والخوف الأكبر من كارثة اقتصادية إذا استمرت الأوضاع بهالشكل. لحد هلا ما في شيء بعد، عيلة تعبانة هلا ما في شيء، بس مأملين نعمل بالله. عم نعمل حفلات كل سبت إجمالا، كنا نشتغل كل يوم، بس هلا كل سبت 60-70 شخص، 50 شخص، بعكس ما كانت من زمان. يعني صار تطلع مسرحك ما لك نفس تغني. بيتأثر كتير، بالنهاية ما راح يكون في صيفية إذا ضلت هيك. المضحك المبكي إنه كل سنة وعلى أبواب الصيف تحدث خضة كبيرة، وما عاد معروف إذا كانت مقصودة أو هي من صدف الحياة وقلة حظ اللبنانيين. نتابع حلقتنا مع أجواء مختلفة ضمن فعاليات أسبوع ذكرى النكبة الفلسطينية وحق العودة، وبهدف دمج الثقافة الفلسطينية مع الثقافة اللبنانية. كلية تدريب سبلين وجمعية جانا للنشاطات الفنية نظموا حفل موسيقي قدموا الفنان أحمد قعبور. حفل تخللوا موسيقى خاصة بالأرض بفلسطين وأكيد بالقضية. تقرير منتابعه سوا. أنا يا بلد أقسمت أفديكي بدمي، تحريرك يا الأرض فوق الكتف جوات القلب عالجنب همي. أنا حملت وصيت أبوي خالي جدي وعمي، ما فرط فيك يا أغلى التراي. ألحان وكلمات حيك كل الأجيال والأوطان، فأصبح اسمه بجسد ذاكرة بيروت وفلسطين وكل الوطن العربي. أحمد قعبور الفنان الملتزم بالغناء للمقاومة وللأرض ولفلسطين أحيا حفل موسيقي بيجمع ما بين الثقافة اللبنانية والثقافة الفلسطينية بدعوة من كلية تدريب سبلين ومركز جنا للنشاطات الفنية. أحضر للنادي للأرض المحتلة، للإرادة المحتلة، للقصيدة المحتلة، في بيروت في فلسطين محتلة، وبالشام في فلسطين محتلة. حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي. إنه هذا مهمة هذا الإيفنت إنه يعمل عملية دمج للشباب الفلسطيني بين بعض من مختلف المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى عملية دمج بين مجتمعنا الفلسطيني الموجود في هذه الكلية والبيئة المحيطة من البلديات الموجودة. ليالي الرجل الموسيقى هو الهدف الأساسي كيف تقدر تعمل دمج مش بس بين اللبنانية والفلسطينية، بالمجتمعات المختلفة لأنه أو المنوعة خلينا نقول، لأنه هيدي المجتمعات خاصة المجتمعات المهمشة هي مجتمعات غنية كتير، وكمان مجتمعات في إلها تاتش على الحركة الثقافية والفنية. لازال بالإمكان إنه نغني ونحب ونتحاور بزمن في شلالات دم كتير، بس على أمل إنه توعد بغد أفضل. يعني أحمد قعبور أشهر من أن يعرف،
أحمد قعبور غناء راقي جدا جدا جدا، الكل بيحبه. اللبنانية والفلسطينية لحد الآن هن توأم، عشان هيك ما فينا نفصل الروح عن الدم. للنهر الهادر في الأردن الجسد العظيم تتطفى، يا نهضة الطفة لا تهدى أعلنها ثورة، حطم قيدك اجعل أحمد جسر العودة، يا نهضة الطفة لا تهدى أعلنها ثورة، حطم قيدك اجعل أحمد جسر العودة. على وقع موسيقى القعبور تفاعل الجمهور ورفرفت الأعلام الفلسطينية بالعالي، ومع الثورات السياسية اللي عم بتعيشها الدول العربية تمنوا الحاضرين أنه يعود الزمن للموسيقى والفن. الفن السيد أحمد قعبور هو فن معروف على كل الساحة اللبنانية والعربية، بشجع القضايا الاجتماعية والسياسية والعلمية لجميع الشباب. أحمد قعبور نعرفه بالأغنية الملتزمة الوطنية اللي هي تحمل هموم العالم العربي بشكل عام، وبالتالي أحمد قعبور لنا رمز كفن. أحمد قعبور يعني هو كان منشد للثورة الفلسطينية وللأغاني الفلسطينية، وهلا هو يعني كمان عم بلهم الشباب العربي بظل الربيع العربي اللي عم بصير بالدول العربية. لا حلو انه نحافظ على تراثنا وانه يضل محافظين عليه، وانه ننقل الشيء الحضاري من جيل لجيل، ما ننقل شيء خطأ من جيل لجيل، ننقل الشيء الحضاري، ننقل الشيء الحلو الجميل. وجود شخصية مثل شخصية أحمد قعبور عم بترجع الكلمة ومعناتها. مين اللي حول هالأرض لكوكب بائس مجروح، وبطعمها طول وعرض والطعم بتوصل للروح. حلقة بتكفي مع رياضات غريبة أو فريدة من نوعها، ركوب أمواج بلا أمواج ورياضة بعلبة مغلقة، تفاصيل بهالمشاهد. رح نحكي رياضة اليوم مش على الملاعب لكن داخل الصف. الأول هو وكأنه ركوب أمواج لكن بدون الأمواج، كل تلميذ بالصف عنده لوحة تزلج بتتحرك وكأنها على الموجة بالمي، وعلى الطالب بالتالي يدوزن جسمه وتوازنه ليبقى واقف جالس. تاني صف رياضة جديد وتم تطويره بسويسرا هو للنساء، حيث الصبية بتمارس الرياضة داخل علبة زجاجية حرارتها عالية، ومن بعدها بتجلس الصبية بعلبة بتضخ O3 يعني أكسجين زائد جزيئة واحدة، وهالأمر بيساعد الجلدة وبيساعد على تنقية الجسم من السموم. أما الصف الثالث فهو أشبه بالالتحاق بالسيرك، القماش الحريري بيساعد التلاميذ على أنهم يحركوا جسمهم بدون ما يشعروا أنهم عم يحملوا تقل جسمهم كله لأنه عم يمسكوا القماش. بأقل من 3 دقايق أعطيناكم لمحة عن أجدد التمارين الرياضية، وعليكم الاختيار. كلمة اليوم من بعد فاصل، ومنرجع بعد البريك نحكي أكثر أخبار ثقافية، خليكن معنا. يعني مثل شو أخبار سياسة غير أنا هاي ما بتعطف فيها، ما في في عندي التلفزيون وعند الصلاة وعند الجنينة. توفت بعيد عنك بنت هي جوزة بحادث سيارة لحديت هلا ما بين مين، وعندها 2 أولاد صاروا يتامى براسي أنا. حفظنا الملف وعم يحقق تحقيقات كمشوا الخيوط بس لحتى يكمشوا للاخر، وهربين بيك اب مع بخضر ورايح. لما طلع فينا الانفجار هون راح استرما، جيت عبيت دبريش ركض وراي نقيب قال لي روق بدنا نشيل هيدا شو اسمه الادله الجنائيه. قلت له من اتي الادله الجنائيه؟ ما الاطفى اي ضغط المي تبعها روح الاول والثاني طفى السيارات، من بدك تشيل؟ قعدنا جمعه بلا بلد بلا مي، هذا هون حجعتي وهون حد بك بيبلوس. انا وعيت وين مستشفى رزق فوق هنيك، مهما بقول لك كلنا ايام ما هيك تعبانه. هلا عم بسمع الاخبار عم بتخانقوا ببعضهم. رحت على شركه البستاني شركه كات بالعراق بال 54 كان في الملك وغيرهم، كان بلد منيحه خير.
كنت تاخذ المصاري تبعتي لنا تصرفين انت الليره ليره كانت، هلا ما في شيء، الدولار ما بقى يحمل شيء، 100 دولار بتاخذيها بتصرفيها بتروح، بس ما بدك تجيب غيرها، ما بدك تجيب غيرها، ادي لها حتى شوف، ما في غيرها 100 دولار، وصلنا الايام هلا كله تعتير بتعتير، ما فيك تروح انه ما تروح تقدر تعمل شيء، كله تعتير بتعتير بهالبلد، يعني بدي يكون في محبه وتوافق و وجمعيه مع بعضها، هلا كلهم عم يتخانقوا ببعضهم، فاتوا عندنا بهبيره، طلعوا عندنا بهبيره، ما في شيء، بالاول كنت انا عندي دكان، اجى شخص وقف اخذ كيلو رز وكيلو سكر، اعطيته اياهم، راح بعد شوي جايين هو حاطها، اعطيني دفترك شوفين، قال هذا حقه 55 قرش وهذا حقه 50 قرش، ليش مدود هون؟ طلعوني ضبط، هلا ما حدا بيعمله بتروح للديب ب 2000 خصبيه صار ب 10، ما في حدا، ما حدا بقى. تعتير تعتير تعتير، كلمة اليوم تعتير والمعيشة صارت غالية كتير كمان كمان تعتير تعتير. أخبار صباح بيتابع مع محطة بينطروها أكثر، مهرجان كان محطة للنجوم العالميين للجسم الإعلامي والصحفي. رح ناخذ أبرز ملامح مهرجان كان لهالسنة مع زميلتنا ماري تيريز معلوف. من أبرز الصور يلي انتشرت من مهرجان كان السينمائي هي صورة للمخرج العالمي ستيفن سبيلبرغ رئيس لجنة التحكيم بهالدورة من مهرجان كان، وهو حامل كلاكات عليها اسم المهرجان. ومن أبرز الأحداث يلي عم بتصير يومياً بمهرجان كان هي حضور الممثلة العالمية صوفيا كوبولا بنت المخرج العالمي فرانسيس فورد كوبولا. حضرت خصيصاً على كان وعبرت السجادة الحمراء مع أبطال فيلم بلينج جرين يلي عم بيشارك ضمن أسرتان روغار. من أبرز المشاركين بهالفيلم هي إما واتسون إحدى أبطال هاري بوتر، وهي عم بتشارك بهالفيلم الكوميدي. أحداث الفيلم بتدور بلوس أنجلوس وحيث المراهقين مهووسين بمشاهير هوليوود. Paris Hilton's hosting a party in Vegas tonight. Where does she live? Do you think we could find a way in? I don't know. Come on, let's go to Paris's. I want to rob. I was in the 212 on the uptown. Awesome. You know what summer don't you? Oh my god! I'm a rude bitch. That's a cute dress. Did you get a new dress? Mm-hmm. We had so many beautiful things. Oh, look great. A bunch of new ones too. Ladies? He looks hot. I hear helicopters. We're in LA. Don't be such a little bitch. You're stressing me out. سوبر ستار العالمي جاكي شان حضر مع فيلم من هونغ كونغ ليسوقه داخل مهرجان كان السينمائي، وهالفيلم بعنوان سكيب ترانس من اخراج سام فيل. كمان من اخبار مهرجان كان السينمائي لكن الخبر مختلف، تم سرقة مجوهرات بقيمة مليون دولار من خزنة أحد موظفي شوبار، الأمر يلي كان رح يأثر سلباً على المهرجان، لكن فعاليات المهرجان استمرت والظاهر إنه السارقين هن من محبي السينما وبيتابعوا أفلام السرقة وقرروا ينفذوها ضمن المهرجان. من النجوم يلي حضروا خصيصاً على مهرجان كان السينمائي ليسوقوا لآخر أعمالهم هو النجم كيانو ريفز بطل ماتريكس. هالنجم لأول مرة حضر مع فيلم من إخراجه وبطولته بعنوان Man of Tai Chi، فحضر المؤتمر الصحفي الخاص بهالفيلم. فيلم كونغ فو بيتضمن اللغتين الصينية والإنجليزية، وصرح مخرج وبطل الفيلم كيانو أنه كان ناطر القصة المناسبة والفرصة المناسبة لينتقل للإخراج، وعمل مع تشان هو المتخصص بالفنون الإيطالية يلي أوحى له صنع الفيلم.
مفترض إطلاق الفيلم بالصيف بالصلاة بالصين وبعدها انطلاقه بالصلاة العالمية. هذه كانت لمحة سريعة لأبرز الأحداث يلي حصلت خلال الدورة الأخيرة من مهرجان كان السينمائي واللي أقفل أبوابه ب 26 أيار، عاطي موعد جديد العام المقبل للزوار ورواد السينما. خلصت حلقتنا اليوم، أنا بشوفكم بحلقة جديدة، باي. There's a nail in the door and there's glass on the lawn, tacks on the floor. منتابع حلقتنا مع ضيفتنا لليوم باميلا فريحة. باميلا أهلا وسهلا فيك. أنت طالبة بجامعة القديس يوسف، اخترت الطب كاختصاص، ما بعرف شو صاير عليك بس برافو جود لك. وأنت حصلت على منحة طموح للمنح الجامعية، خلينا نعرف شوي شو يعني منحة طموح، كيف حصلت عليها؟ اوكي، برنامج طموح هو برنامج منح جامعية اطلقته شركة بيبسيكو بالعام 2006. نعم. لمساعدة اي طالب عنده صعوبات مادية واكيد مفروض يكون متفوق. حصلت على هالمنحة وانا بلشت مع برنامج طموح باول سنة ما انطلق بال 2006، هي كانت قرابة لنا بتشتغل بمركز الشؤون الاجتماعية، خبرتنا عن هذا البرنامج فقدمت الطلب، عبيت كل جبت كل الاوراق المطلوبه وحصلت على هذا المنحه. بفهم انك متفوقه بالمدرسه، يعني قديش مويان جنرال؟ انا بعمل ميدسين يعني بفوتكم عالي يعني 18 تقريبا. فيك تقول بدي اطلب منك تزيحي الميكرو او تزيحي العقد، خلي الميكرو مطرح هو هيك لورا اهون شيء بس تطلع صوتك بشكل مزبوط. باميلا لكن قدمتك انت بعدك بالمدرسه، قدمتي على المنحه ودخلتي عملتي اول سنه. قد ايه البرنامج؟ يعني هو منحه لكل السنين ولا كل سنه بسنتها؟ كيف بتصير الموضوع؟ هذا البرنامج ما فيك تحصل عليه يعني دغري، المفروض كل سنه تجدد الطلب وترجع تقدم الاوراق وتقدم علاماتك لحتى تتكرر المنحه تبعك. يعني علامات كم سنه انت بحاجه لتقدر تاخذي منحه ولا مش عبر عدد السنين؟ حسب، انه كل اخر 3 سنين ما نقدم المنح نقدم العلامات سوري. كم حدا كنتم مقدمين عندك فكره؟ هو ان فيت كل سنه بياخذوا تقريبا شي 300-330 طالب، ولهلا من 2006 صار مستفيد 1600 طالب. طيب بس الاستفادة يعني مثلا فتي أول سنة طب قدمت الطلب، بعد على ثالث سنة بتطلع لك المنحة ولا كيف؟ كل سنة بسنتها بدك تجدد الطلب. بدك تجدد وبيطلع لك منحة كل سنة بسنتها. ايه أكيد. قد إيه قيمة المنحة؟ بدي ركز أنه هو جزء من القسط الجامعي يعني. تقريبا قد إيه؟ هي كل ظرف بظرف يعني كل تلميذ كل طالب بطالب بيدرسوا له ملفه الكاتبة، وعلى هذا الأساس بتقرر المبلغ. هي من لجنة مؤلفة من شركة بيبسيكو ومن جمعية أجيالنا. التقيتي بأشخاص تانيين حصلوا على هيدي المنحة؟ هلا بصير في شوية نشاطات بنتلاقى، خصوصي انه وقتها تتوزع المنح صار في نشاط باليونسكو، ابار سا انه ما كثير يعني اهميه هالمنحه انها بتشجع الطالب يبقى متفوق، واذا عنده اي صعوبه ماديه يعني بتسهل له الطريق. اكيد. طيب. بتدعمه يعني معنويا بكل نعم. البرنامج بعده مستمر، ومن هون نحن اليوم بدنا نشجع كل الناس يلي بيلاقوا حالهم بحاجه لهالمنحة وهن يعني عندهم الشروط. شو الشروط هيك بالإجمال؟ تكون العلامات عالية شيء؟ أوكي، كل طالب بين 18-22 سنة بده يكون متفوق وأكيد عنده شوية صعوبات مادية، بحق له يقدم هذا الطلب وبيندرس له الملف. كيف يقدمه؟ وين؟ أوكي، هو طلب موجود بكل مراكز ليبان بوست، في كمان بجمعية أجيالنا الموجودة بطرابلس وبتالية الخياط، في عنا كمان بيج على فيسبوك www.facebook.com/tomohscholarships-lebanon، وفي كمان يعمل داونلود للابليكيشن الويب سايت www.ajialuna.org/tomoh. بيجيب كل الاوراق المطلوبه، طلب كثير هين يعني كل المعلومات اللي فيه كثير هينه انه تتعبى، وبيجيب اوراق ثبوتيه مثل اخراج قد او هويه او اوكي عند انه اذا البيش بيشتغل معاشاته، انه كثير واضحين المعلومات ما بيلاقي صعوبه التلميذ. قديش علاماتك بالجامعه وقديش هالشيء عم بيشجعك كل سنه عن جد تكوني متفوقه، او انت اصلا يمكن ما بتتعب كثير على حالك علاماتك منيحه؟
أنه أكيد هذا الشيء بخليك على طول أنك تضلك تستمر بعطائك، يعني كونه برنامج أنه هو ماشي معك هيدي السنة الثانية على التوالي. أنا بكفي بعيد على البرنامج. عندهم شروط معينة على الجامعة اللي بدك تتخصصي فيها؟ لا ما في، كل الجامعات بتستفيد، كانت رسمية أو كانت خاصة مستفيدة من برنامج طموح. ممتاز. نحن يعني نعرف انه شبابنا طموحهم ما له حدود، هذا البرنامج متفوقين وهذا البرنامج قادر اكيد انه يسهل الطريق قدامهم. موفقة باميلا فرحة وأهلا وسهلا فيكي باخبار الصباح. نحن رح نروح على فاصل ونتابع من بعده حلقتنا. حلقتنا بتكفي وضيفنا اليوم أستاذ فراس الخطيب، مسؤول المسؤول الإعلامي في مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت. أهلا وسهلا فيك بأخبار الصباح. مرحبا. بدنا نحكي عن برنامج جديد بعنوان تعزيز ثقافة الحوار من أجل السلام. هالبرنامج انطلق ببيروت ومن بيروت رح يروح على 10 دول لتعميم ثقافة الحوار من أجل السلام. خلينا نبدأ بالأول بتعريف على البرنامج، عمليا شو بيصير بهالبرنامج؟ يعني حضرتكم تعرفوا في عنا توتر طائفي شحن مذهبي في الدول العربية، بنعيش اليوم بنعيش حالة توتر بصورة عامة، وضع اقتصادي كمان مش مريح. فالهدف من البرنامج انه يعلم الشباب تقبل الآخر، يعرف كل إنسان بحقيقة الآخر مهما كان مختلف عنه، فهي بيهدف لترسيخ ثقافة الحوار لدى الشباب والفئة العمرية بين 14 و28 هاي اللي بنستهدفها. هالشباب مين هن؟ كيف بتفتشوا عليهم؟ كيف بتوصلوا لهم؟ بتدعوهم؟ هن بيجوا؟ يعني في كتير ملتقيات لهالشباب من خلال فيسبوك، من خلال موقع البرنامج اللي هو حاور.org رح يفتح بعد 30 يوم، ايضا من خلال المؤسسات التعليميه، من خلال المؤسسات الاجتماعيه. يعني انتم بتفتشوا عليهم، بتروحوا على المناطق اللي يمكن فيها اكثر توترات امنيه من غير مناطق، بركي فيها اكثر حوارات طائفيه من غير مناطق. مزبوط، بنستهدف المناطق، يعني حتى ال10 دول هن الدول اللي فيهم نزاع او ما بعد النزاع، بيعيشوا حاله توتر اليوم بما فيهم لبنان. شو هن الدول؟ الدول يعني اللي فيهم صار ثورات وربيع وهذا وما بعد يعني هالأحداث، يعني عم نحكي عن مصر، تونس، ليبيا، نعم، لبنان، سوريا، يعني في كتير كل الدول اللي فيها بتشهد حالة صراع أو حالة نزاع. مع الأسف اليوم في يعني في عنا حتى نزاعات مسلحة داخل الدول العربية، عم نحاول إنه نعلم الشباب كيف يتحاوروا ويتقبلوا الآخر. وإذا بنشوف التي في سي، نعم احنا رح نشوف التي في سي ونرجع نعلق. ماذا لو ولدت اسود البشره او اصفر مثلا؟ ماذا لو كنت اعمى البصر او كنت من الجنس الاخر؟ ماذا لو كنت كبيرا في السن او من عقيده اخرى؟ ماذا لو كنت أنت الآخر؟ الاختلاف ليس خلافاً. حاور. حلوة كتير، كتير حلوة. خلينا نحكي شوي عن لبنان. فكرتك هاي الدعاية؟ لا بس أنا ساهمت فيها، هي يعني معمولة من شركة. خلينا نحكي شوي عن لبنان، شو هي المناطق اللي أكتر شي عم تقصدوها بحاور؟ يعني بنقصد طبعا البرنامج إطاره واسع، بيهدف لتدريب المعلمين مشان هن يصيروا كمان سفراء للحوار. بالبداية بتدربوا المعلمين والمعلمين بدورهم. أيضا في 25 جامعة وافقت أنه تدخل هالموضوع الحوار الثقافي كتخصص ودبلومة ياخذها الطالب الجامعي مع بالإضافة للتخصص تبعه، وبنركز على اللي بيتعلموا معلمين وصحفيين وبيتعاملوا مع الطفولة والتربية والعلم الاجتماعي. قد ايه فعال هالبرنامج اليوم؟ انتم شو عم تجوا تقولوا للشباب؟ يعني كيف عم يقتنع الشاب يلي برأيه انه هو الصح وما بده يسمع الثاني وبده يلغي الآخر؟ كيف عم تقنعوه انه ياخذ منهج الحوار وثقافة الحوار ليوصل لسلام مجتمعي وسلام مع حاله اكيد؟ يعني هي ثقافة الحوار عبارة عن مهارة او مجموعة مهارات كل انسان فيه يكتسبها؟ ممكن يكتسبها الإنسان. هي بتبلش بمفاهيم مثل من حب الوطن، المواطنة،
احترام الآخر مهما كان رأيه مهما كان مختلف. وتبلش أيضا بالبيت، لما البي يسمع رأي أولاده، لما الأبناء فيما بينهم يسمعوا رأي بعض ويتقبلوا فكرة الآخر. نحن عنا مشكلة بالنمطية العلاقات، يعني ممكن ما بنحترم الرأي بصورة عامة، بنصنف الآخرين وبناخد فكرة مسبقة ممكن تكون خاطئة مرات. فالفكرة أنه نغير كيف تقنعون؟ من خلال لقاءات. يعني في عنا تجربة كتير ناجحة كانت من 3 سنين وعم نكررها الآن، هي جمع أكبر عدد ممكن من الطلاب، شباب شيء 400-300 بكل مجموعة، بيتدربوا من قبل خبراء على التعبير المسرحي، تعبير بالفن، تعبير بالرسم، التعبير الحركي، وبيصير بيناتهم رابط وعلاقة صداقة على مدى عدة أشهر. فهدول المجموعة لو شو ما كان رأيهم سياسي أو مذهبهم أو حوار، فهي الفكرة أنه يتعرف الواحد على الآخر وعلى رأيه، يتقبل حقيقته ويتعرف على ثقافته ويبطل فيه هالرهبة والخوف وهالحاجز بيننا وبين بعض بداخل المجتمع. طيب على مدى كل هالسنوات والجهد اللي عم تعملوه، قدرتوا تلمسوا فعليا التغيير على الأرض؟ يعني صعب تقيس التغيير بلحظة أنية، بس الاتجاه المشروع لأنه هو طويل المدى، يعني ممكن يكون يستمر لثلاث سنوات إلى 5 سنوات، بيغير يعني مجموعة بيغير بمنطقة أو بمدرسة أو بمجتمع، وكل 6 أشهر بيصير في مراجعة وإن شاء الله يعني ماشيين لقدام. إذا بدنا نحكي يعني البرنامج انطلق بلبنان، أي متى رح ينطلق بباقي الدول العربية؟ حاليا مبلش ببعض الدول اللي فيها تدريب، فيها تدريب للمعلمين، للمدربين المختصين اللي ممكن يكونوا هن سفراء للمشروع داخل المجتمع. إذا في ناس بهمة عم بتشوفنا اليوم وحابة تنضم لكم بلبنان أو خارج لبنان، شو لازم يعملوا؟ كل المشروع ومعلوماته حتكون متوفرة الآن ب صفحة الفيسبوك حاور HAWER. خلال 30 يوم حنطلق موقع إلكتروني اسمه حاور.org، بيكون في كل المعارف والكتب والمراجع اللي قدرنا نوفرها بالعالم العربي، حتى هي في حزم تدريبية وفي كتير من المعلومات حول المشروع. نعم، بتحب تضيف شيء أستاذ فراس قبل ما نختم؟ لا، بتأمل أنه بس الشباب اليوم يعني ينتبهوا لأهمية أنه التنوع غني، تنوع مفيد لمجتمعاتنا، والاختلاف ليس خلاف حاور. أنا برأيي بدك تقولها لرؤساء الأحزاب والسياسيين، يعني لكل الناس، لكل الناس وخاصة بحاجة لدورات تدريبية. ما بتعملون دورات للسياسيين؟ هو البرنامج مفتوح لكل لكل الفئات. لكن يتقدموا بطلب يعني. ركزوا على السياسيين تنلاقي حل ونخلص. هن السياسيين قدوة، والواحد بيتعلم، وخاصة الشاب الصغير بيتعلم بالمحاكاة أو بتقليد الناس الأكبر والأفهم والأعلى. إيه بس هن عم يكونوا قدوة مثل ما لازم؟ مش دايما. مش دايما. نحن عم ندعيك تروح عند شبابنا الموهوب والمثقف والفنان. ومنرجع مرحب فيكم، لك أهلا وسهلا وبالتوفيق لحاور. رح ننتقل لقصر اليونسكو لنتابع نهائيات مسابقة الأغنية الفرنكوفونية يلي أقيمت برعاية السفارة الفرنسية وبتنظيم من المعهد الثقافي الفرنكوفوني. تقرير عن هالمسابقة منتابعه سوا. أوريلي فتاة صغيرة بصوت كبير، تم اختيارها من مدرستها للمشاركة بمسابقة الأغنية الفرنكوفونية اللي نظمها المعهد الثقافي الفرنكوفوني، حيث شارك بحدود 9 مدارس اللي حضروا إلى اليونسكو للمشاركة بالحفل النهائي. Alors, il va y avoir 11 solistes qui vont chanter une chanson. Ils ont été à des éliminatoires, d'abord dans leur établissement, puis à la demi-finale qui a eu lieu le 6 avril. Je t'aime, comment vous, comment cela.
بعد النصف النهائيات تقلص عدد مغني السولو من 39 إلى 11 مغني لا يتباروا حسب فئات على لقب الأغنية الفرنكوفونية، فكثرت جهود الأهل معهم اللي إجوا اليوم ليعطوا أولادهم دفعة ولا يشجعون. زي احضر بنتي، بنتي بدها تغني. انا جاي احضر اختي لانه صوتها كتير حلو، وان شاء الله اذا الله راد هي بتربح المسابقه. لازم تربح لانه طلعت من الاوائل طبعا. ايه صار لهم عم يتبرروا تقريبا من اول السنه. On est venu pour supporter Karim. Je suis son professeur et donc voilà. On est venu pour le voir et lui souhaiter bonne chance. Je peux te raconter combien pour toi je sais qu'il a compté. الدعم والتشجيع موجودين، والمتسابقين حضروا حالهم ولبسوا تيابهم وتألقوا بأشكال وأصوات على المسرح، فكيف هي معنويات وتحضيرات؟ On vient ici pour s'amuser. J'ai une tsalla ou le bec là, je vais. إلنا ثلاث أشهر من حضير وكتير مبسوطين لأنه ربحنا، هلأ بدنا نرجع نقدم أحلى شيء عنا. كتير انبسطنا هيديك السنة وإن شاء الله هلأ ننبسط. أنا مبسوط وجاي لهون لغني. Tu petit Ajaccio, ne danse pas. Mon beau, le mon beau, c'est pas beau. Ni le bebop, ni la bikine, ni le rap. Mais un vrai tango d'origine. Le tango corse, c'est un tango conditionné. ذكروني سفينة نوح. ميرسي. رح ننتقل لعند رولا لنعرف اكثر اخبار سياسه. صباح الخير رولا. صباح الخير، كيفكم اليوم؟ منيحه وانت؟ ماشي الحال، ناطره ضيفه بعد ما وصل النايب السابق الاستاذ مصباح الاحدب، يمكن علقان بالعجقه لانه جاي من طرابلس. نعم. معقول. رولا صباح الخير. اهلا وسهلا فيك الي. هلا وصل الي رولا. هيدي لها علقه من امبارح، ما قلت لك صباح الخير امبارح. رح نعمل جوله معك على ابرز الملفات، يعني بعتقد اللي بتهم الكل بالحياه السياسيه اللبنانيه والامنيه. بما انه الاستاذ مصباح الاحدب هو ضيفنا رح نبدا معه بالملفات الامنيه، من صواريخ حادثه الصواريخ، اطلاق صواريخ على الضاحيه، للامن بطرابلس. هل صحيح انه كان في شروط لدخول الجيش؟ شو هي هالشروط؟ قد ايه ممكن تصمد الهدنه بعد الجوله 16 من المواجهات؟ بموضوع ثاني، 706 مرشحين لمجلس يمدد لنفسه، من العناوين يلي قريناها اليوم. مزبوط. يعني قديش اعترضوا على العودة لقانون الستين؟ كان عددهم تقريبا مثل اللي ترشحوا بالعام 2009، فكيف إذا كان القانون عاجبهم؟ يعني ما بعرف كم واحد كان. منيح التحليل. كان ترشح. هل موضوع يعني تقديم الترشيحات والسعي لإجراء الانتخابات بوقتها عم بيتسابق مع التمديد يلي يبدو أنه الكفة عم بتكون أتقل عنده؟ يعني في حكي عن تمديد لسنة ونص تقريبا ويمكن لسنتين. الشغل بهالإطار عم بيصير أكتر على المكون المسيحي اللي هو معارض أكتر من غيره، التمديد يعني من رئيس جمهورية للقادة السياسيين والروحيين المسيحيين. نعم. نعم. نحن أكيد التفاصيل كلها مع ضيفك أنا بصباح الأحدب بعد دقائق قليلة. طبعا فيكن تابعوا، شكرا لك رولا، وحلقة موفقة. فيكن تابعوا هالحلقة مباشرة على الهواء عبر قنواتنا الفضائية والأرضية، إلا القناة التابعة لأمريكا بتشاهدوا البرنامج بي وقت لاحق، بس فيكن تابعوه مباشرة عبر الويب سايت futuretvnetwork.com. لهون كنصلنا لختام الحلقة، ومثل العادة بالختام جولة على النتائج الرياضية اللي سجلت بملاعب لبنان والعالم، وبكرة حلقة جديدة من أخبار صباح بالسبعة ونص. باي باي.